أنا طبعا بس سعيد بكون في تونس. تونس بلد عزيزة جدا على المصريين، احنا مش هننسى أبدا إنه الثورة التونسية العظيمة هي كانت الأساس لكل الثورات العربية اللي من بعد كده، وإحنا ممتنين 25 يناير و30 يونيو إلى ثورة تونس العظيمة. فإحنا تونس بالنسبة لنا بلد مهمة جدا في دفاعها عن الحرية والكرامة الإنسانية والشرف وطبعا الفن. يعني أنا لازم أفتكر دلوقتي شخصية فنية عظيمة جدا في التاريخ المصري كله، وهو بيرم التونسي. طبعا أبو يعني، ودي من الحاجات الجميلة في الوطن العربي أن يبقى في شخص اسمه بيرم التونسي هو أبو الشعر المصري، هو والد كل الشعراء المصريين باعترافهم. ولو عايزين نقول بيت جميل او قصيده جميله، هي حزينه شويه لكن صح، هو بيقول الاوله مصري قالوا تونسي ونفوني، والثانيه تونس وفيها الاهل جحدوني، والثالثه باريس وفي باريس جهلوني. الاوله مصري قالوا تونسي ونفوني جزاك الخير، والتانية تونس وفيها الأهل جحدوني وحتى الغير، والتالتة باريس وباريس جهلوني وأنا مولير. الأولى مصر قال تونسي ونفوني جزاك الخير وإحساني، والتانية تونس وفيها الأهل جحدوني وحتى الغير مصافاني، والتالتة باريس وباريس جهلوني وأنا مولير في زماني. الأولى اشتكيها للي أجرى النيل، والتانية دمعي عليه دمع فيها ممتسل طفت فيها ممتسل وذليل، والتالتة دمعي عليها غرق البستيل.